اكيد ان احنا البرنامج الثقافي في المركز الثقافي المصري مستمر، بل بالعكس ان الانشطه الثقافيه والتبادل الثقافي بين الدولتين الشقيقتين المملكه المغربيه الشريفه وجمهوريه مصر العربيه دائما وابدا علاقات ثقافيه عاليه الروح وعاليه الاتصال، واتصال وثيق بين البلدين على المجال الثقافي. هناك تلاقي دائم بين كتاب وأدباء وشعراء من البلدين الشقيقين، بالإضافة إن هناك أنشطة جديدة المركز بصدد تنفيذها في خلال الموسم الثقافي 2013-2014، أهمها إن احنا بننظم الأسبوع الثقافي المصري بالتعاون مع وزارة الثقافة المغربية بتنظيم أسبوع ثقافي تحت عنوان العلاقات المصرية المغربية الثقافية أمس واليوم وغدا. الحقيقة الأسبوع الثقافي ده مؤجل من العام الماضي نظرا لعدم الظروف، الأزمة الاقتصادية كانت بتمر بها البلدين، فإن شاء الله بنتمنى أن السنة دي يكون افتتاح الأسبوع الثقافي في خلال هذا الحدث بتنظيم أسبوع ثقافي بيكون باشتراك 3 من الأدباء. بنتعشم إن يحضر معانا الدكتور جمال الغيطاني، وبيحضر معانا الدكتور صلاح فضل من القاهرة، وأحد المبدعين الشباب حسن البدوي اللي مؤلف عامل رسالة الدكتوراه على صميم الموضوع العلاقات الثقافية المصرية المغربية، بالإضافة بقى لمشاركة من العظماء الأدباء وعميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري والدكتور أحمد شوقي بن بين والدكتور بن يعلى، وفي كذا أكتر من واحد الحقيقة مشارك معانا في تنظيم هذا الأسبوع، بالإضافة لمشاركة فرقة الموسيقى العربية من القاهرة على هامش المهرجان، وإن شاء الله يكون